الله الرحمن الرحيم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. اس جگہ دوتے تلاوت قرآن اس وجہ تو کیتی ہے کہ اس شہر چی اللہ دے محبوب نے قرآن سنایا اور مشرکین نے سونے محبوب پیغمبر نو پتھر مارے گا. تو اسا تو اللہ دے محبوب دی جتی نال لگن والی دھول دے برابر بھی نہیں آئے بس صرف او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ادا اور سنت تے عمل کر دے ہویا اسا اس مقام تے دو چار آیات قرآن پاک نے تلاوت کی دی آئے.